واجهت جماعة الإخوان المسلمين سلسلة من الاختراقات الإلكترونية التي استهدفت هواتف وحواسيب قادتها الفارين خارج مصر، ما دفع جبهة صلاح عبد الحق المعروفة إعلامياً باسم جبهة لندن إلى توقيع اتفاق مع شركة تقنية أجنبية لتأمين اتصالاتهم واجتماعاتهم الافتراضية. هذه الاختراقات شملت شخصيات بارزة مثل محمود حسين القائم بأعمال مرشد الإخوان لجبهة اسطنبول وأيمن نور مالك قناة الشرق. الجماعة لجأت إلى تشكيل فريق تقني جديد يعمل تحت إشراف قسم سري داخل الجماعة بالتعاون مع شركة أمريكية. أفادت بعض المصادر بأن اسمها كود ديزاين بهدف تأمين اتصالاتهم ورفع مستوى الأمان الإلكتروني، خاصة في الاجتماعات الافتراضية التي تعقد عبر تطبيقات مثل زوم.